الحمد لله، بشكر ربنا النهارده على النتيجه. الحمد لله الاولاد النهارده الحمد لله كانوا على قد المسؤوليه، وقدرنا الحمد لله ان احنا نطلع من المباراه وناخد 3 بونت، وحرزنا 3 اهداف، ده غير الاهداف اللي ضاعت في المباراه. فالحمد لله النهارده على النتيجه والاداء. الحمد لله السن ده سن صغير، تمام، حته المستوى وحته المستوى طالع ونازل ده طبيعي جدا في السن الصغير. يعني ممكن الماتش اللي فات كان في لعيبه عندي كانت هايله جدا، الماتش ده تلاقيهم مش في مستوى بتاع الماتش اللي فات، ده طبيعي جدا لان المستوى بتاع الاولاد الصغيرين دايما متغير. عوامل التدريب واحنا بنتمرنهم كتير جدا، انت معايا، الاولاد دول بييجوا على الماتشات انت ما بتعرفش هو بيعمل ايه في البيت، بيسهر ولا بينامش كويس، انت فاهمني. فالعمليه بتبقى يعني بالنسبه لي انا بيبقى فيها تغير كتير في حته المستوى، يعني دي انا بقابلها كتير. ممكن لعيب يديني في الماتش اللي فات كان هايل، الماتش ده الاقيه مستواه مش زي الماتش اللي فات، فده طبيعي في السن الصغير. يعني طبعا من اول يوم بدانا فيه مع الاولاد احنا بنتكلم طبعا على البطوله، النادي الاهلي طبعا هو الشغل الشاغل بالنسبه لي انا البطوله، والاولاد فاهمين الموضوع ده كويس قوي، عندهم هدف معين ان هي البطوله. طبعا احنا وقعنا في ماتشين او 3 بعدنا، بس احنا ماشيين مركز تاني، مفيش يأس، مفيش حته ان احنا نرمي الفوطه، لا الاولاد بيشتغلوا ان شاء الله باذن الله. كل الماتشات اللي جايه بالنسبه لنا ماتشات كؤوس، بنلعب على النتيجه والاداء الحمد لله، برده من ماتش لماتش الحمد لله الدور التاني هيبقى افضل ان شاء الله باذن الله. يعني حته البطوله اهم شيء، بس الاولاد ان احنا بيتطوروا وبيشتغلوا في الملعب كويس قوي، والنتيجه بقى بتاعت ربنا يعني الحمد لله. الحمد لله النهارده عملنا ماتش هايل، الحمد لله على الاداء، الحمد لله على النتيجه، ونشكر الجهاز الفني تعبانين معانا، والحمد لله بنتعب في الملعب، ربنا بيكافئنا الحمد لله. الحمد لله احنا لسه قدامنا حوالي حاجه 40 بونت، لسه بدري، لسه الدوري طويل، الحمد لله احنا بنعمل اللي علينا وربنا يكافئنا ان شاء الله في الاخر. الحمد لله اول حاجه اشكر ربنا واشكر الجهاز الفني اللي تعب معايا والجهاز الطبي اللي تعب معايا برضك، والحمد لله احنا من الاسبوع اللي فات بنتعب وربنا كافئنا في الملعب الحمد لله النهارده. هو قبل الماتش قال لنا تنزلوا رجاله، اداء النهارده كويس، اداء ونتيجه، والحمد لله احنا قدرنا نكسب في الملعب وقدرنا نكسب بنتيجه حلوه واداء حلو. احنا لسه قدامنا ماتشات كتير ولسه الدوري لسه ناقص له شويه، فنقدر نرجع للدوري ان شاء الله. والله الحمد لله احنا عملنا ماتش وعملنا اداء، واحنا بنتمرن على الكلام ده من اول اسبوع، وقدرنا ننفذ اللي الكباتن بيقولوا لنا عليه. وحتى لما بنكون بين الشوطين الكابتن بيدينا نصيحه مثلا او حاجه بنحاول ننفذها في الماتش، والحمد لله نفذناها كتير يعني، وقدرنا في الشوط الثاني نجيب جونين. احنا لسه باقي لنا 16 ماتش ان شاء الله نحقق العلامه الكامله ان شاء الله، ماشي، ما نتعثرش في ماتش ولا حاجه ولا حتى تعادل، احنا دايما بنفكر لقدام، ودايما حتى لو كسبنا مثلا يعني الماتش ده خلاص اتنسى ونفكر في اللي بعده، عندنا الماتش الجاي اتصالات نفكر فيه، بعدها نخلص ماتش اتصالات عندنا المصري نفكر فيه، نفكر في كل ماتش بماتشه، ماشي، ما تستعجلش على ماتش ولا حاجه، وان شاء الله نحقق العلامه الكامله. احب اشكر الجهاز الفني واللاعبين الرجاله، قدمت ماتش هايل النهارده. وكابتن محمود بيوم بيقول لنا لسه الدوري طويل، واحنا متفقين معاه ان احنا مش هنخسر بونت في الدور الثاني، وان شاء الله يعني خير. لا كابتن، هو الدوري لسه طويل ولسه فاضل حوالي 15 ماتش، يعني ان شاء الله يعني لو كسبنا الماتشات الجايه كلنا في احتمال ان احنا ان شاء الله ناخد الدوري، واحنا يعني النادي الاهلي بيكمل للاخر، يعني مش بنفقد الامل، يعني لان احنا النادي الاهلي يعني ما فيش افتقاد في الامل.